صباح الخير، احنا النهاردة في وادي نطرون بنصور سبع فيادين. فدانين محاصيل مزروعة برسيم عشان عامل تسمين مواشي، وخمس فدين اللي قدامنا دول مزروعين كنتالوب. المشمع ده تحته الكنتالوب. وده العنبر، وده السكن اللي في الأرض، دي السبع فيادين فيها مية وفيها كهرباء. تبعد عن الأسفلت كيلو، ورق الأرض خالص التمن، معلهاش أي فلوس للدولة. أرض تربة حمراء، تربة جيدة. والأرض مطلوب فيها 250,000، الفدان مطلوب 250,000. أرض ممتازة وفي مكان كويس في وادي نطرون. فدانين معمولين رشاشات، مزروعة برسيم، وخمس فدين مزرعين كنتالوب، والجار زرع بصل. ده البصل العمال تنظف فيه. أرض فيها مية وفيها كهرباء، ورق خالص التمن، معلاش أي فلوس. والفدان مطلوب فيه 250,000، فدان مطلوب فيه 250,000. شكراً.